لفريق التجمع الوطني للأحرار للنائبة المحترمة السيدة أمينة بهدود بودلال، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، مرة أخرى يسعدنا في فريق التجمع الوطني للأحرار أن نناقش في هذه الجلسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. فقد سبق لنا في فريق التجمع الوطني للأحرار أن عبرنا عن موقفنا من مقتضيات هذا المشروع في المرحلة الأولى لعرضه على هذا المجلس المؤقر، وقد تمت ترجمة موقفنا في التعديلات التي تقدمنا بها أثناء مناقشة المشروع في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. ونذكر في هذا الصدد أنه عند تقديمنا هذه التعديلات قمنا بإثارة نفس الملاحظة التي أطارها المجلس الدستوري في قراره حول هذا المشروع والمتعلق بتغيير عبارة المصادقة بعبارة التعيين، لكن الحكومة لم تتعامل بكيفية إيجابية مع المعارضة كعادتها. ولسنا في حاجة إلى التذكير أن لو تعاملت الحكومة بإيجاب مع هذا الاقتراح لما كنا اليوم في حاجة إلى انعقاد هذه الجلسة لمناقشة المشروع من جديد، ولما اجتمع مجلس الحكومة يوم السبت والمجلس الوزاري يوم الأحد، علما أننا في فريق تجمع الوطن الأحرار نعي أهمية هذين الاجتماعين، لأنه هناك عديد من المؤسسات العمومية هي الآن شبه مشلولة نظرا للتأخير الحاصل في التعيينات. ومن جهة أخرى لا بد من التأكيد أنه التزاما منا بقرار المجلس الدستوري باعتباره صادر عن مؤسسة دستورية محترمة ولا يقبل أي طعن، ولذلك تعاملنا إيجابيا مع مقترح التعديل الذي تقدمت به الحكومة وصوتنا عليه في اللجنة بالإيجاب. السيد الرئيس، السادة الوزراء، لا بد أن نثير الانتباه في الأخير إلى أن الصيغة التي أحيل بها النص على اللجنة المختصة، أي صيغة الآثار المترتبة عن قرار المجلس الدستوري، غير دستورية، ولذلك نسجل أن الحكومة قد تداركت خطأها وقامت بتقديم التعديل في صيغة مشروع قانون تنظيمي أثناء هذه الجلسة. ومن المؤكد أن هذا التغيير يرمي إلى مطابقة النص للدستور حتى لا نفاجأ مرة أخرى بملاحظة المجلس الدستوري حول الموضوع. وشكرا. شكرا السيدة النائبة.